نروح لباسكت الاهلي النهارده. الاسباني اوجاستي بوش المدير الفني الجديد للفريق الاول لكره السله وقع النهارده على عقود تدريب الفريق عشان يبدا بقى رحلته التدريبيه بشكل فعلي مع النادي. حضر التوقيع ده كان رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي وطارق الغنام المدير الاداري لفريق سله الاهلي. ويمكن رؤوف عبد القادر اعلن مدير عام طبعا النشاط الرياضي بالنادي اعلن عن توقيع المدرب الاسباني عقده اللي هيمتد لمده سنتين مع النادي الاهلي. ومن المنتظر بقى انه هيجتمع او هيبدا بقى اجتماعاته مع الجهاز اللي هيعاونه في مهمته عشان يحضره لفتره الاعداد ويحطوا خطه العمل الخاصه بيهم في الفتره الجايه، وخصوصا كمان طبعا انه فريق السله في النادي الاهلي عنده مجموعه من الارتباطات والنهارده هيكون عنده التمرينه الاولى استعدادا طبعا للموسم الجديد.